السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم، معكم المهندس مطلق الدعيج. خلونا اليوم نتكلم عن عامل مهم جدا وهو عامل التكييف. التكييف الآن في الآونة الأخيرة صار هناك ماركات كثيرة دخيلة على السوق، منها أفضل الماركات اللي الآن أو حديث الساعة لدى الكثير من الناس، وهو نظام التكييف اللي هو VRF. VRF نظام الـ VRF بكل بساطة نفس مكاين سبلت. طبعاً نقول من البداية أنواع التكييف. أنواع التكييف إما سبلت أو باكج، ويندرج من نظام سبلت اللي هو الـ VRF. طبعاً في كثير من الماركات، لكن خلينا نتكلم عن الثلاث أشياء هذه الأساسية، وربما في فقرة سابقة طرحناها لكن ندخل معها عامل مهم وهو نظام الـ VRF. طبعاً المصمم التكييف لما يبلش يدرس في تصميم بيتك، إجباري إذا كان عندك سرداب أو أرضي لازم يصير عندك مكاين سبلت. ليش السؤال؟ ليش معنى السرداب أو الأرض سبلت؟ لأن بعده عن السطح يتطلب أن يكون عندك سبلت في الدور الأرضي أو السرداب. أو إذا تبي تخلي باكج الأمر متاح لك، لكن راح يكون هناك يعني مشاكل كثيرة في أعمال الباكج. الباكج عبارة عن دكت، مثلا لو تبي تطلع الدكت من السرداب والأرضي راح يتضارب معاك في التصاميم الأدوار اللي فوقه، فبالتالي تضطر في النهاية أنك تسوي الطريقة البايخة اللي يخرب عليك منظر البيت، وهو يكون الدكت خارجي. فتخيل يكون الدكت خارجي من السرداب أو من الأرضي لغاية السطح، منظر بشع ما أنصح فيه جدا. لذلك الكثير أذعن إلى مهندس التصميم مع الأعمال التكييف أنه مجبر أخاك لا بطل، السرداب الأرضي لازم سبلت. يبقى بعدين عندنا في الدور الأول والثاني يكون باكج. في ناس يقول والله ما أحب إلا سبلت، لكن تخيل البيت تسوي كله سبلت، يكون هناك في مخاطر، وهو أنه يكون عامل الترشيح لما تكون درجة الغرفة أو الشقة كلها باردة، يبدأ عندك ترشيح أو بداية تجمع المياه حوالين مكينة التكييف، وبعدين يبدأ يبلش يخر ويتلف عليك السندرة إذا ما كان عندك فيها تصريف، أو ربما في الأماكن الثانية الأماكن اللي هو فيها. لذلك أنا أنصح بشدة للي بيسوون مكاين سبلت يسوي له سندرة، وسندرة ثابتة وليست سندرة معلقة، لأن مشاكل الترشيح في سبلت كثيرة جدا إن لم يكن معظم البيت يعني. فإذا أنت حاط مثلا 5 مكاين تكييف، إجباري تطلع عندك مكينتين ترشح والباقي يكون أمرهم سهل. لذلك هذا راجع حق مهندس التكييف إنه يحط لك السرداب الأرضي إجباري سبلت. إذا تبي تحط باكج ما يمنع، لكن راح ياخذ عليك مساحات في البيت من الداخل، أو إن تحطه خارجي ويطلع المنظر بشع. النوع الثاني في ناس يقول لك أبي البيت كله سبلت، فهذا ما يمنع، وكلهم في النهاية نفس السعر الباكج والسبلت. لذلك تبي تسوي البيت كله سبلت فيها فوائد. أولا راح توفر عليك في السطح أماكن فاضية، راح يكون تجمع مكاين السبلت في مكان واحد. وين المنطقة اللي ما راح تستخدمها؟ اللي هو الربع دور. الربع الدور أو بيت الدرج هذا راح يكون تخيل كل مكاين السبلت موجود فيه. أما الباكج ما تقدر تغير، إذا طلع من مكان معين لازم يكون في مكان معين مثلا في السطح. فلذلك في ناس يقول أبي السطح بستغله كحدائق كحمام سباحة، ما أبي مكاين تكييف تسوي لي إزعاج في السطح الكبير. فتضطر في ناس يقلبون البيت كله مكاين سبلت يحطه وين؟ في الربع دور. بالطريقة هذه استفاد من السطح الكبير، يقدر يحط فيه حمام سباحة وكل شيء. أما الـ VRF، الـ VRF النوع الثاني اللي هو مشابه للسبلت، لكن الـ VRF الميزة فيه أنه يكون ثيرموستات لكل غرفة. الناس اللي يحبون البرد والصنف الثاني اللي يحب البرودة الوسط يناسبهم الـ VRF، لأن في كل غرفة راح يكون في ثيرموستات تحكم على كيفك في كل غرفة، لكن في كل غرفة لازم يكون في مكينة
VRF، وهذا شيء مو حلو جدا. تضطر انك تخلي في كل غرفة في حمام عشان يصير مكان حق الـ VRF، لان الـ VRF لازم في كل غرفة لازم مكينة صغيرة نفس سبلت، فتضطر تحط حمام في كل غرفة عشان تفتك من هالمكاين هذه وعشان ما تنقط عليك ماي في المستقبل. لكن السيفتي مالها افضل من سبلت، انها تكاد تكون معدومة اعمال الترشيح في الـ VRF. هذا باختصار، وارجو اني وفقت في هذه الفقرة الجميلة جدا والمهمة لدى كثير من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.